تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة أضياء، وذلك للفنون القتالية المختلطة، والمقررة إقامتها في 23 من أغسطس الجاري ضمن الفعاليات الرياضية من مهرجان العلمين. وتضم البطولة 24 مقاتلا، بينهم 4 سيدات من مصر و7 دول عربية وأجنبية، ما يضمن تنوعا كبيرا في الأسلوب والمهارات القتالية من أبرز المقاتلين على مستوى العالم. ومن المقرر أن يحيي حفل افتتاح البطولة مغني الراب دوبلي سوكش.